بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائدة الرب المقدسة في هذا الصباح المبارك، الجزء الثاني من عظة سفر رعوس، احتفلنا به الاحد الماضي بمناسبة عيد الام، ونكمل اليوم هذا النموذج المشرف الرائع في العلاقة الحميمة القوية بين الحمى وكنتها، حيث يندر في مجتمعاتنا هذا النموذج الراقي والواعي والروحي، أن تكون هذه العلاقة على مستوى يفوق الوصف. أذكر حاضراتكم بأنه في الجزء اللي فات سريعا أنه كانت في مجاعة في بيت لحم، فجاء شخص رب أسرة عائلة لمالك، خاف من المجاعة في بيت لحم فترك بيت لحم وذهب إلى مؤاب، هو أسرته عنده ابنين، وراح على مؤاب اللي هي تعتبر وثنية بتعبد عباد الأصنام، وأيضا عندهم مشكلة بأنهم بيقتلوا الأطفال كأنهم بيقدموا ذبيحة للرب. فلذلك دائما كان يوصي الله أنبيائه وشعبه أن لا يتخالطوا مع الأمم، ولكن في سرعان ما يكون هناك مشكلة، ربما البعض ينسى أن الله دائما إرادته موجودة. فألي مالك هرب من المجاعة من بيت لحم اللي هي بيت الخبز اللي هي المفروض فيها الشبع بعد أزمة، وذهب كأنه يعتقد سوف يجد معونة أفضل في بلد مؤاب أي الوثنية، ولكن إنجاز التعبير لم يثق في إلهه. ذهب هو وزوجته نعمة وأولاده اللي كانوا اتجوزوا بنتين هناك من مؤاب وعاشوا 10 سنين، ماتوا الولدين والأب وأصبحت الأم أرملة وعندها بنتين أو كنتين أيضا أصبحوا أرامل. تشاء الأقدار أنه فيما بعد بعد موت الثلاثة أن تتحسن الأمور في بيت لحم، وتسمع نعمة بأن هناك الرب افتقد شعبه والحال بميسور أفضل، فقررت العودة بعد الخطأ إلى ولاني، وهو كانت هنا الصحوة الروحية إنها ترجع إلى بلادها الأساسية اللي هي بيت لحم بيت الخبز. ولكن في الحالة دي كان عندها بنتين أو امرأتين كنتين، كانوا زوجات لأولادها اللي توفوا، فأعطت لهم الحرية. وهنا بنكتشف بأن كان دور الحما قوي جدا، قالت لهم أنتوا أحرار تقدروا ترجعوا لأسركم وتعيشوا معاهم. وبنلاقي واحدة منهم عرفة كملت الطريق ورجعت إلى أهلها، والتانية رعوس قالت لها من أحلى الآيات والجمل اللي موجودة في العهد القديم إن شعبك هو شعبي وإلهك هو إلهي ولا يفرق بيننا، الموت سأظل معك إلى الأبد. بترجع نعمة ومعها رعوس اللي تركت عبادة أهلها وتركت أسرتها وذهبت إلى إله إسرائيل إلى إله نعمة. ومن هنا زاع صيت رعوس بأنها امرأة فاضلة، حيث أنها احترمت حماتها ولم تتركها. ذهبوا إلى بيت لحم وجدوا هناك أنه الحصاد بدأ، فكان في موسم الحصاد، فطلبت من حماتها رعوس أن تذهب للحقل تجمع ما يتبقى من المحاصيل
بعد المحصول ما بيكون اتجنى أو بيجنوه أو بيحصدوه، اللي بيطبقها كان في الشريعة اليهودية يكون للفقراء وللأغراب. هناك بتجد شخص اسمه بوعز، أساسا من عائلة ألي مالك، وبيكتشف أنه بينزل وسط العمال، وأثناء وجوده بيتمشى مع العمال بينده المساعد الرئيسي بتاعه بيقول له في بنت جديدة موجودة أنا معرفهاش مين دي، فبيقول له دي رعوس حماتها نعمة اللي جات معاها، فقال له اديها كل ما تقدر تاخد من حبوب وغيره واديها الفرصة ومحدش يزعجها. وبيكلم رعوس بيقول لها انت مننا وكل ما هو لينا هو ليكي. دي كانت مراجعة سريعة للنص اللي تمنى في الأحد الماضي عشان تقدروا تتابعوا الجزء الحالي. بنشوف هنا الحدث الرئيسي أن في وقت الحصاد وعيد الحصاد بتكون نعمة خاصة بترجع نعمة وأسرتها مع رعوس. وركز على جزئية هنا بأن هناك في فرق بين العناية الإلهية والمعجزة. الشعب دايما يريد ويحب المعجزات لأنها إنجاز التعبير والوصف حاجة سريعة خارقة للطبيعة، حاجة تختلف عن نواميس وقوانين الطبيعة. كلنا نميل للمعجزات وخاصة لما نمر بأزمة، يعني يا ريت يا رب تعمل لنا معجزة وتشيل المجاعة، يا ريت يا رب تشيل عننا المرض، يا ريت يا رب تعمل معجزة وتخلينا في حالة مادية كويسة، يا ريت يا رب تعمل معجزة وتخليني صحتي كويسة جدا. كلها أمنيات مشروعة لا بأس فيها، ولكن الله لا يستعمل دائما المعجزة، يستعمل العناية الإلهية. يعني العناية الإلهية أن بالرغم الظروف السيئة والصعبة والأزمة، الله يتماشى ويجد هناك مكان يعطي لك فرصة بمساعدة لا تدري، لكن لا يغير كل الظروف المحيطة لك، ولكن يجمع لك كأنه ثغرة يدخل فيها يقول له أنا معك، أنا أتمشى معك. العناية الإلهية هنا في موقف رعوس لم يغير في وقت المجاعة ويقول لهم ما فيش مجاعة، ولكن حصلت المجاعة وتركوا بلدهم، ولكن لما رجعوا رجعوا فقراء بيبدأوا من الصفر. وبتيجي رعوس هنا بتروح على الحقل تجمع ما تبقى من المحاصيل، وتظهر هنا العناية الإلهية أن تكون تقابل شخص من عائلة أسرة ألي مالك أو من زوجها كمان. هنا العناية الإلهية، لا تتخيل إنها لما تروح حقل عشان تجمع حبوب القمح أو الشعير أو غيره المتبقي أن تجد شخص من نفس العيلة. هنا العناية الإلهية. ودائما أنا أحب لفظة العناية الإلهية، لأن الله بيسير الأمور الطبيعية، لا يكون بعكس قوانين الطبيعة، بل يعطينا نعمة أن نرى النور بالرغم الظروف الصعبة، نكتشف أن الله يا ده هو كان موجود معاه وأنا مش حاسس بيه. يختلف تماما عن مفهوم المعجزة. فهنا بعد ما بتذهب رعوس وبتسأل بوعز الشاب جبار البأس الغني المقتدر اللي عنده حق، مستغربة وتندهش، أنا إزاي نلت حظوة في عينيك؟ إزاي أنت بتهتم بي؟ بتقول له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فبيقول لها طبعا أنا عرفت أنك أنت كل ما فعلتي بحماتك، وأنا مسرور بهذا المعنى جدا، فأنا بديلك أكتر لأنك أنت كنت أصيلة مع حماتك.
في الجزء اللي جاي من سفر رعوس اللي هو قلنا سفر رعوس 4 إصحاحات، الإصحاح الثالث النهاردة جزء منه، بتبتدي الحما تجهز لكنتها رعوس جواز. نادرا جدا أن تكون الحما لابنها المتوفي أن تكون مستريحة نفسيا إن تقبل لكنتها تتزوج من شخص غريب، بل دائما بيبقى في موضوع في صعوبة. لكن هنا الحما كانت ناضجة جدا، فبتسألها شفتي مين هناك ده، أنت جبتي محصول كتير مش معقولة. لما قلت لها كان هناك شخص اسمه بوعز، قلت لها ده من عيلة ألي مالك، يعني من عيلتنا، كملي معاه. بدأت تفكر الحما إنها تشتغل بطريقة تانية، كأنها بلفظة اليوم الخطبة. لا طب روحي هناك ظبطي نفسك، كونوا قريبة منه، نموذج راقي جدا في علاقة الحما لكنتها. ما قالتش وهي حطول منين واحد زي ابني، لم تفعل ذلك نعمة، بل بالعكس بدأت تفكر في خير البنت دي الغريبة اللي جات معاها. قالت لها وقالت لها نعمة حماتها يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير، مش هكون مبسوطة غير لما يحصل لك حاجة كويسة، فالآن أليس بوعز ذا قرابة لنا الذي كنت مع فاتياتي؟ ها هو يزري بيدر الشعير الليلة، فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي إلى البيدر، ولكن لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب، ومتى الضجعة فأعلمي المكان الذي يضجع فيه وادخلي واكشفي ناحية رجليه والضجعي وهو يخبرك بما تعلمين. فقالت لها كل ما قلت أصنع. هنا النص ده عايز توضيح شوي، يعني قلت لها شيلي لبس الحزن اللي بعادتنا كأنه الأسود، البسي ملون، اغتسلي استحمي، زيني نفسك، تدهني يعني كأنك اعملي البرفان والعطور، جهزي نفسك كبنت تكون عروس، ده واحد من عيلتنا. هذا النموذج أعتقد نادرا أن يتكرر، وخاصة في المجتمعات الشرعية. بتديها تقول لها اظهري نفسك، ولكن لاحظي انك تختفي عنه لما يخلصوا كل العمال والمحصول وياكل ويشرب ويغتسل بوعز والباين، اظهري نفسك، روحي شوفي فين المكان اللي بينام فيه، وروح عند رجليه ونامي واكشفي رجله. هنا لم تقصد نعمة بموقف جنسي، ولكن تقصد انها تروح له وتعمل بتقدم نعمة نفسها لبوعز، تقول له أنا بطلب إيدك للزواج. ده نموذج في الشرق مش موجود، البنت هي اللي تطلب الزواج، كأنها بالمصطلح الأمريكي البروبوزل ده. هنا دائما الشاب هو اللي يقدم، وفي مجتمعاتنا الشرعية أيضا، لكن ما بتروحش المرة تطلب زواج. وعايز أنوه هنا دائما، من يوم ما جيت أمريكا وأنا شايف موضوع البروبوزر ده على جنب شوية في العظة بتاعتنا، مش مريح لي في عاداتي وتقاليدي، بلاقي الشاب بيركع قدام بنت ويقدم لها خاتم. من يوم ما جيت والمشهد غريب، بيركع، هو في ركوع لغير الله؟ حتى وإن كانت عادات وتقاليد ما فيهاش مشكلة، ده أنا بندهش إنه ممكن يكون هذا الشاب اللي بيركع عمره ما ركع قدام الهيكل. يا جماعة الركوع لله فقط، ولا لرجل ولا لامرأة ولا لأي شخص على وجه الأرض، حتى لو دي عادات. دانيال لما خدوه في السبي
فاكرين قصته، خدنا عنه لقاءات كتيرة، وكانوا بيقدموا له لحوم اللي هي محرمة بحسب الشريعة اليهودية، لم يأكل من لحوم هذا المجتمع الغريب، بل ظل وفي هو وأصحابه لشريعة إلهه، لم يأكل لحوم نجسة، وصلى لدرجة إنه هو بيصلي فاتح شباك أوضته، أعداؤه بياخدوه للملك يقولوا له ده بيصلي لإله غيرك يا ملك، يا أنت إله الكون، وبيترمي في جب الأسود. ولم يتنازل دانيال عن عاداته، عن تربيته الدينية، عن مذهبه، عن روحانياته، عن كتابه، عن الوصايا. هتقولوا لي يا ابونا محبكها شوية، لا، مش كل عادات المجتمع الغربي تصلح معك، ولما بتعملوها كمصريين ما بتبقاش لطيفة. حدش يزعل مني، ممكن أكون ده قديمة ما فيش مشكلة، ولكن امشي في البلد اللي بتذهب فيها حسب شريعة إلهك، لا مجتمعات ولا عادات وتقاليد تغير من حياتك. مش كل حاجة لطيفة بتاخدها من الغرب، في حاجات أحلى من كده بكتير تاخدها. خد العلم، خد الثقافة، خد البزنس، خد كل شيء، لكن لا تفقد إيمانك اللي تربيت بيه. ما تعملش حاجة زي ما الكل ماشي. أنا بتساءل كل اللي عمل كده واللي بيعمل كده واللي هيكمل كده، سأل نفسه إمتى جه ركع قدام الهيكل وصلى؟ ده بيدخل الكنيسة بيقعد في البنك، وبتدخل البنت تقعد في الكنيسة في البنك، وكأنه سيربرايز، وهم كل القصة حبكة درامية، مش لطيف ده. هنا نموذج بتقول لها روحي اركعي عند رجليه، يعني أعطي له الولاء واكشفي ناحية رجليه. وبيجي في النص بيصحى بعد كده بوعز يقول مين هنا؟ لم تقصد نعمة لرعوس أن تكون موقف جنسي يعني تضاجعه، ولكن بدليل لما بيصحى بيكتشف أنه في حد غريب عنده. فهم أن رعوس بتقول له أنا بقدم لك نفسي لو تقبل أنك ترتبط بي. هو كان شخص انتقي، بوعز ده نموذج فريد. قول لها انتظر يوم أضبط أحوالي على حسب شريعة إلهي، هشوف كأنه انجاز الفكر هنا دلوقتي اللي هو زي المحكمة، شيوخ البلد بتاعتنا، كبار البلد دائما بيكون القرارات عند مدخل البلد، عند بوابة البلد، لازم أروح وأقول للكبار بتوع البلد هل يليق بي أو ممكن أتجوز البنت الغريبة اللي هي أمامية، وفي الحالة دي هي ليها قرايب في البلد، وفي الشريعة اليهودية أقرب واحد لجوزها المتوفي هو اللي يتجوزها، ما ينفعش حد يتخطى هذه العادة. وهنا بيدينا بوعز جملة حلوة عن نعمة، عن رعوس، يقول لها والآن يا ابنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. يعني بيأكد أني رعوس ست فاضلة، فالنص هنا لا يعني مواقف جنسية، ولكن يعني أنها بتقدم نفسها لبوعز حسب محامتها قالت لها، وقالت لها أنا هنفذ كل اللي بتقولي لك، وقالت لها هو حيعرف اللي يعمله، لأن عارفة تربية هذا الشعب اللي واخد الله هو المقياس والشريعة له. بيجي بوعز وبيروح عند مدخل البلد وبيقول للشيوخ، بيقول في واحد هنا يقرب فلان الفلاني، هالنص بيقول كده، يقرب لنعمة ولمالك وزوجها أقرب مني، فهنا كان لازم يكون هذا الشخص لإما هو اللي يرتبط برعوس أو يتنازل عن جوازة رعوس.
بس حتى أن يتنازل عليه أن حد يفك الرهان اللي عليها الأرض اللي تابع آل مالك أن يدفع ثمنها ويعمل هنا الفداء لها ويأخذها. فبيروح بوعز عند بداية المدخل المدينة وبيكلمهم ويقول لهم من فضلك أنت الأقرب للرعوس، ممكن أنا أفك كأنه الرهن اللي عليها أدفع لك ثمن الأرض كله وأخذها ولا أنت اللي تأخذها؟ الراجل فكر، رعوس أكيد جميلة، رعوس أكيد عندها أرض من أصلهم، ولكن قال هيحصل لي مشاكل، أكيد خاف من مراته اللي قبل كده، لأنه في الشريعة اليهودية بنوه تاني أنه لما تتجوز الأرملة من أخو المتوفي الابن الأولاني بياخد اسم أبوه المتوفي وينتقل له الورث اللي كان ليه. فبيجي هنا بوعز يقول أنا مستعد أدفع كل شيء وأخد رعوس لو أنت موافق. بيتنازل الشخص اللي هو فلان الفلاني ويوافق ويقول له خدها، ويدفع بوعز اللي هو الفداء عنها والرهن اللي عليها. فبيقول لنا هنا النص، فأخذ بوعز رعوس امرأة ودخل عليها فأعطاها الرب حبلا فولدت ابنا، فقالت النساء لنعمة مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعو اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس وإعالة شيبتك، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من سبعة بنين. الكل بيبارك لنعمة إن أخيرا حصل لك فرح، ولكن من امرأة ابنها الأساسية وقالت لها امرأتك دي أو عفوا كنتك دي حتعوضك عن أولادك اللي فاتوا في شبتك الأخيرة دي. فأخذت نعمة الولد ووضعته في حضنها وصارت له مربية وسمته الجارات اسما قائلات قد ولد ابن لنعمة ودعونا اسمه عبيد. ركزوا هنا حضراتكم، الولد سموه ايه؟ عبيد. هو ابو يسة، وهنا المفاجأة الظريفة، ده اول بداية النسل الملوكي في الكتاب المقدس الذي يأتي منه يسوع. عبيد ابو يسة، ويسة والد مين؟ داود اللي هيكون الملك. شوفوا اللذة، امرأة مؤابية وثنية يأتي من نسلها المسيح. عناية إلهية. احنا قلنا في مرة في عظة نسب يسوع قبل كده وتكلمنا ان في اربع سيدات سيرتهم سيئة في الكتاب المقدس وجي منهم نسب يسوع وجي منهم المخلص يسوع، حتى يقول لنا الرب إن جاي من شعب خاطئ وعاش مع شعب خاطئ حتى يخلصه. لم يأتي من الأعيان، لم يأتي من الأفاضل فقط، ولكن جه من الجميع ومن الخطأ، لأنه جه للخطأ. عبيد ده اللي حيبقى أبو يس أبو داود، يعني جد المسيح. هذا الابن اللي جه من رعوس من بوعز، الزوجة مين هي؟ رعوس، والزوج هو بوعز، اللي بوعز من بيت لح، رعوس من مؤاب، والاثنين يتزوجوا ينجبوا من أفضل حاجة لينا هو عبيد اللي حيكون أبو يسة وجد يسوع. ومن هذا النسب نكتشف بأن في إنجيل متى يشرح لنا هذه النقطة، ذكر عن عبيد وعن رعوس في إنجيل متى، ويقول لنا في إنجيل متى أصحاح واحد في نسب يسوع، وسلمون والد بوعز من رحاب، وبوعز ولد عبيد من رعوس، وعبيد ولد يس، ويس ولد داود الملك. لاحظوا حاجة هنا، بيدينا شخصية مؤابية هي رعوس، وبيدينا اسم رحاب. رحاب دي فاكرين قصتها في يشوع، سفر يشوع، وفي سفر يشوع
اللي هي خبت الجواسيس، اتجوزت واحد من الجواسيس وكان هو ده هنا. يبقى النسل جه بوعز من رحب الزانية اللي بيطلق عليها الكتاب المقدس الزانية، يعني بوعز يعتبر باللفظة الكتاب المقدس من أم زانية، وعبيد جاي من أم مؤابية، يعني آدي ستين أو سيدتين من الكتاب المقدس في نسل يسوع بياخدوا أسماء غير لائقة أو غير مرغوب فيهم. عندنا عبيد بيجي من رعوس المؤابية أي الوثنية، وبوعز بيجي من الأم رحاب اللي هي واخدة لفظة الزانية. غريب أنت يا الله أن تقبل أن تأتي من هذا النسل. الاثنين يتجوزوا والاثنين يكونوا أجداد يسوع، يكون عبيد وعندنا رعوس ورحاب الأسماءهم غير لطيفة. عشان كده الكتاب المقدس في العهد القديم بيعطي رعوس اسم كامل لسفر زي أستير، ودي من الحاجات الرائعة جدا في الكتاب المقدس. رعوس المؤابية تدينا درس النهاردة بأنها أصبحت اسمها تعني الصداقة، صداقة حماتها. وهنا عايزين نتمثل في الأسر إن الكنة تصادق الحما والحما تصادق الكنة. ده من أروع نصوص الكتاب المقدس مش موجودة في حياتنا اليومية. حزن يتحول إلى فرح، بداية النص في سفر رعوس موت ينتهي بزواجة، وزواجة يأتي منها نسل المسيح. من الترمل إلى الزواج السعيد ويأتي إنجاب. أيضا من الفقر يأتي الغنى، تروح في مكان في سيد اللي هو بوعز ومقتدر وغني. أيضا من عبادة أوثان لعبادة الله، وبالتالي من إناء ضعيف متروك مهمل قدام المجتمع العبراني أن يستعمله الله، ويقول الله لا يوجد عندي إناء ضعيف، بل الذي يكون مرزول أنا بستعمله أفضل وأفضل ويكون إناء لله. هذا النص النهاردة بيقول لنا رعوس جدة داود الملك أي جدة المسيح. تخيلوا في نظر مجتمعاتنا ما كانش تصلح رعوس ولا رحاب، الله يستعملهم ويجعل منهم جدود ليسوع المسيح. ده العناية الإلهية، مش مشروع معجزة يمشي معاك شوية شوية. لا تكتشف الله مباشرة، ولكن مع نهاية القصة وترجع بالذاكرة تقول ياه سبحان الله، ده الله كان تاريخ معايا وأنا مش عارف، كان موجود معايا بيتمشى معايا وما كنتش أعرف في كل المراحل دي حزن، وكان الله بيتمشى معهم. كان في ترمل ويأس، واحدة في ريعان شبابها زوجها يموت وتكتشف ان الله لسه معها. من فقر جامد بتدور على المحصول المتبقي حتى تعين أسرتها به، وتبى تصير غنية وتكون من إناء ضعيف يستعمله الله. ده يدينا درس، لو أنا إناء ضعيف النهاردة العناية الإلهية لو أنا بتماشى معها وبقبل إرادة الرب، الله ممكن يحولني إناء له. وبالتالي أكبر دليل كلنا إناء ضعيف سيء سلبي، ومع ذلك الله بيقبل أن يسكن فينا من خلال الإفخارستية. هذا النسل اللي بيجي منه يسوع المسيح ولد بوعز من رحاب، وبوعز ولد من عبيد، أسوأ اسمين في الكتاب المقدس يجي منهم جد المسيح. فمهما كانت خطايانا وضعفنا ممكن الله يكون يعطينا نعمة ونكون أمامه ممجدين. أيضا عايز أقول النهاردة في نص رعوس الخطيئة تعني انفصال عن الله. الكتاب ده بيدينا إن الخطيئة خلت الأسرة فقدت وجودها مع الله وعدم الثقة في الله وتركوا بيت لحم، لكن في التوبة والصحوة اللي عملتها نعمة قالت أرجع لبلدي، أرجع إلى بيت الخبز
وبيت الخبز ده اللي هو ايه بيتولد في يسوع المسيح في مزود بيت لحم. وانا نوهت قبل كده المزود رمز للاكل، ده اللي بيتحط فيه الاكل، وبيت لحم هو بيت الخبز، ويسوع هو الخبز الحقيقي النازل من السماء. التوبة بتخلينا عودة إلى الله. رجعت عائلة نعمة بالتوبة، اكتشفت الله في الأرض اللي تركتها. الحب، حب نعمة لرعوس ورعوس لنعمة، جعل الله يكون الشريك اللي في وسطهم ويتمتعوا بالشركة مع الله. الفداء، وهنا النقطة الأخيرة اللي أرجو من حضراتكم التركيز فيها في سفر الرعوس، بيدينا نقطة جديدة خالص. لم يتكلم عن يسوع هذا السفر، ولكن كل القصة عن يسوع. أين نكتشف يسوع في هذا السفر؟ ده السؤال المهم. قلنا أنه بوعز تولد من رحاب، وعبيد من رعوس، واللي بيجي منهم يسوع في الأخير. هنا بوعز بياخد رمز الفادي، فدى رعوس من الزوج الافتراضي كان المفروض تاخده، ودفع عنها كأنه الفدية أو الرهن، وفك رهنها. وهنا معنى الفداء هو إيه؟ أن يسوع هو اللي فك رهننا من الخطيئة بالصليب، فدانا كما افتدى بوعز رعوس واتجوزها وصار منها الابن الكلمة اللي فيما بعد يسوع، ويسوع أيضا يفتدينا على الصليب من هذه المنطقة في بيت لحم، من هذه المنطقة في الناصرة ومنطقة إسرائيل أو الأورشليم، ويأتي المخلص. بوعز كان بيقول أقرب ما ليها بالدم أو بالجسد هو اللي يفتديها، ويسوع حتى يفتدينا كان لازم يكون أقرب ما لينا حتى يفتدينا، وبما أنه أقرب ما لينا أخذ صورة جسد عشان لما يفتدينا تكون له صلة القرابة الأولى، لأنه في الفداء كانت في شروط للفداء أن يكون قرابة درجة أولى، فبوعز اعتبر قرابته درجة أولى لرعوس أو لنعمة، ويسوع قرابة درجة أولى لنا في التجسد، لما تجسد وخد طبيعة بشرية أصبح لنا درجة أولى في القرابة. كان هنا فك رهنها بالفلوس، هنا يسوع فك رهننا بفداء بذاته، هو بيقدم نفسه فداء عنا. عشان كده النهاردة هذا السفر هو سفر فداء، هو الله يفتدي شعبه، وكمان من ضمن شروط هذا الفداء تكون عندك الرغبة، والنقطة الرابعة القدرة. حتى يكون الفداء سليما، أو النقطة يكون عندك قرابة درجة أولى، تاني نقطة إنك تعوض وتدفع، ثالث نقطة إنك يكون عندك رغبة، والرابعة إنك تكون مقتدر تدفع هذا الفداء. يسوع في كل الأربع شروط دول، وبالتالي النهاردة بيعطينا النص أن الأيام اللي كانت فيها جوع انتهت، وأعطانا يسوع الذي أصبح خبز للعالم. سفر رعوس النهاردة بيدينا صحوة روحية، كانت رحلة مع الإيمان. في البداية شك في الله، يذهبوا إلى أرض غنية، اكتشفوا أن هناك كان الجوع الحقيقي، يرجعوا مرة أخرى من مؤاب إلى بيت لحم، وبالتالي هنا كانت الرحلة العودة. لما تدخل في تجربة أو مشكلة وتبعد عن الله، اجعل دائما لك خط العودة إنك ترجع لله مرة تاني، وهذا من خلال التوبة. عشان كده مؤاب كانت رمز للخطية، بيت لحم كانت رمز للفداء والخلاص. سفر الرعوس اللي احنا لخصناه بشكل سريع جدا هو صورة الإنسان المفتدى من يسوع، هو صورتنا احنا اللي ما زال يسوع يفتدينا بحبه لنا بالرغم خطايانا. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.